Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersedia untuk soalan pertama, Surah Al-Baqarah ayat 235 juzuk yang kedua, muka surat 38. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. أولانكم لأنتسكن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حسبك. Soalan yang kedua dari surah Al-A'raf ayat 88 juzuk yang ke-9 muka surat 162. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا أولانكم لأنتسكن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا
وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين حسبك. Soalan yang ketiga, sila baca ayat berikut dengan bertarannum bermula daripada surah An-Nisa ayat 148 juzuk yang ke-6 muka surat 102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim wa kana Allahu samian 'alima. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله
ويريدون أن ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi saudara hafazan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah diperdengarkan oleh adik Muhammad Ashif bin Yaqub, wakil negeri Perlis bagi kategori 1 hingga 10 juzuk.